النهارده ما فيش تدريبات، يعني متفاجئ طبعا بقرارات من مستر فايلر، وبتبقى طبقا للبرنامج الخاص الموضوع للاعبين، قرر ان ما يبقاش فيه مران النهارده الخميس، وبكره ان شاء الله الفريق يستأنف استعداداته النهائيه لمباراه الجونه. هذه المباراه الهامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، خصوصا هي مهمة ليه؟ لأن بعد فترة توقف طويلة بقى أنت مش عارف الشكل هيبقى عامل إزاي أو الأداء اللي هيبقى عامل إزاي، لكن لازم نتكلم مع الجمهور بصراحة شوية أو بمنطقية. هل إحنا منتظرين من الأهلي أداء مميز ومبهر على غرار المباريات الأولى مع مستر فايلر في مباراة الجونة بالتحديد؟ لا طبعا مش منتظرين، مش هيبقى منطقي. هتبقى حاجه كويسه قوي لو لعبنا بالاداء الجامد اللي احنا كنا بنشوفه ده، لكن بسبب فتره التوقف الكبيره اكيد هيبقى في تاثر عند اللاعبين. فاحنا منتظرين باذن الله النتيجه طبعا، باذن الله النادي الاهلي يقدر يفوز في هذه المباراه، ياخد 3 نقاط اخرى في مشواره في بطوله الدوري، لكن الاداء هيجي مع الوقت باذن الله تعالى. نتمنى طبعا ان احنا نكمل على الاداء المبهر اللي ابتدينا بيه، سواء في الجانب الافريقي او المحلي، السوبر كمان دوري كان اداء كويس جدا من خلال مدير فني جديد مستر ريني فايلر، لكن الاكثر منطقيا ان احنا مش هنشوف نفس الاداء، لكن ان شاء الله باذن الله نشوف النتيجه المنتظره. فالفريق بكره ان شاء الله هيستأنف تدريباته.